زيت الطعام سلعة لا غنى عنها للإنسان، ولا يكاد يخلو منزل منها لاستخدامها في أغراض الطهي. ومع ارتفاع أسعار الغذاء عالميا، شهدت مصر أزمة متكررة في الزيوت النباتية المستخرجة من البذور الزيتية، والتي تعد مكونا رئيسيا في الغذاء. وحتى مع توفرها في الأسواق، كانت زيوت الطعام تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعارها. والسر في ذلك أن مصر تستورد أغلب احتياجاتها من الزيوت النباتية، وتأتي في المركز الثاني مباشرة بعد القمح في ترتيب السلع الغذائية التي تستوردها مصر. تتراوح التقديرات حول إنتاج مصر من الزيوت النباتية، وتتفاوت من سنة إلى أخرى بحسب المساحات المزروعة بالمحاصيل الزيتية، وتشير بعض الدراسات إلى أقصى نسبة اكتفاء ذاتية نجحت مصر في تحقيقها من إنتاج الزيوت النباتية، وصلت إلى نحو 31% عام 2007. لكن مع زيادة استهلاك زيت الطعام وقلة المساحة المزروعة بالمحاصيل الزيتية، زادت الفجوة في مصر، حتى أصبح إنتاج مصر من الزيت لا يغطي سوى 5% فقط من احتياجاتها، بينما يتم استيراد 95% من الخارج. ووصلت قيمة واردات مصر من الزيوت المكررة إلى أكثر من 1,300,000,000 دولار بنهاية عام 2021، وهي فاتورة كبيرة تسعى مصر لخفضها. نيجي بس لموضوع الزيت، بنستورد 2.5 مليون طن، وده أكتر من 90% من احتياجاتنا. ويشكل زيت النخيل نحو ثلث استهلاك مصر من الزيوت، بينما يشكل زيت عباد الشمس والذرة النسبة المتبقية. ويجري توفير غالبية استهلاك البلاد من زيت النخيل من خلال الواردات التي تأتي بشكل أساسي من إندونيسيا، حيث تزود مصر بنسبة 50% من زيت النخيل المستورد. وتستورد مصر أيضا الزيوت النباتية من ماليزيا وسنغافورة والسعودية والصين وألمانيا. وتغطي مصر احتياجات استهلاكها المحلي من زيت عباد الشمس في المقام الأول من خلال الواردات، كما هو الحال مع زيت النخيل. تشكل الواردات الأوكرانية عادة 55% من واردات مصر من عباد الشمس، بينما تغطي روسيا نسبة 19%. واللافت أن مصر لديها قدرات كبيرة في استخراج الزيت وتكريره، لكن لم يجر استغلالها بالكامل بسبب نقص المحاصيل الزيتية المزروعة في البلاد. شغالين في خطة عشان نزود حجم إنتاج الزيت المحلي. تحاول مصر سد الفجوة بين إنتاج واستهلاك الزيوت النباتية عبر خطتين. الأولى زيادة المساحة المزروعة بالمحاصيل الزيتية، خصوصا فول الصويا وعباد الشمس. ومن المقرر أن تتم زراعة نحو 250 ألف فدان فول صويا خلال العام الجاري 2023، على أن تزيد هذه المساحة إلى 500 ألف فدان العام المقبل. كما ستتم زراعة نحو 100 ألف فدان عباد شمس هذا العام، ومن المقرر زيادتها إلى 250 ألف فدان العام المقبل. وتسعى مصر من خلال زيادة المساحة المزروعة لتغطية نحو نصف استهلاكها من زيوت الطعام. تم وضع خطة إن شاء الله السنة دي يتم زراعة 250 ألف فدان فول صويا و100 ألف فدان عباد شمس، حتى يمكن أن نزيد من الإنتاج المحلي. الخطة الثانية لحل أزمة الزيوت هي اتجاه مصر للشراكة مع أكبر منتجي الزيوت في العالم، خصوصا ماليزيا التي تعد ثانية أكبر منتج ومصدر لزيت النخيل في العالم بعد إندونيسيا. فكان توقيم القادة السياسية ان احنا نعمل شراكة مع ماليزيا، ان احنا نبقى منطقة لوجستية ناخد منها الكميات اللي احنا محتاجينها، وفي نفس الوقت نبتدي نصدر للدول المجاورة احتياجاتها من زيوت النخيل. وتسعى مصر للتحول الى مركز اقليمي لانتاج وتصدير زيت النخيل الماليزية، الذي يدخل في النسبة الاكبر من خليط الزيوت التي تستهلكها مصر، خصوصا ان لديها البنية التحتية اللازمة لاستخراج الزيوت وتكريرها، وايضا امتلاكها موانئ تسهل عمليات التجارة العالمية.